السلام عليكم ومرحبا بكم في المحادي. ودابا هذا الشمس من الحرام ضربات، وهانتوما كيفو كلشي هنا. هادي الطوموبيل ماشية، دار زكريا الله هناك. خليني اختنا كتجي لهنيا عاود هكداك. السلام عليكم جمال باتري، كيعطيك باتري في بارك الله. السلام عليكم وبسم الله توكلنا على الله وتبارك الله عليكم ومرحبا بكم في إيموزار كندر. تبارك الله فيرما على الطريق، فيرما على الطريق. هانتوما الطريق غودرون، المدخل الرئيسي هو هذا اللي غادي نمشيو لعندو. ها الغودرون يلا راه كتخدم، مجهزة بالشبكة، مجهزة بالقوت القوت، فيها البير الماء موجود، حداها أرض 3 هكتارات خاوية اللي بغى يزيد. هاد 3 هكتارات هادي مزروع فيها 1 هكتار حب الملوك، وجوج هكتارات الأخرين بالتفاح. فيها جوج ديال الكوارع، واحد صغير العجولة الصغار، واحد ديال العجولة الكبرى الكبير. فيها زريبة ديال القزيمة دايرة بالسور، وفيها جوج ديور، دويرة صغيرة سكنة ممتازة لأهل الفيرما وسكنة ديال العساس. غادي نقولو بسم الله. هاد الفيرما هادي جات قدرون، وعندها هاد ليسباس هذا خاوي من جهة الشانطي حتى اللي بغا يدير مشروع صالحة بالنسبة لبومبات المازوت اوبرج، بزاف الحويجات خاصين هاد المنطقة هادي. ومرحبا بكم في إيموزار كندر. الفيرما ما شاء الله التربة ديالها فلاحية، غير الفوارم اللي حداها جيرانها. ما كل شيء ناضي مجهزة مريقلة. بالنسبة للضوء موجود، بالنسبة للماء موجود، طريق كودرون على جنب الباب. ثم غادي تمشيو وتدخلوا معنا باش تشوفوا الكوارع. مجاورة الغابة، فيها واحد المنظر بانوراميك واعر. وهاد الغابة راهم كيخليوهم للراعي اللي بغى يدير الماعز والاغنام وداكشي الكسيبة وكل شيء. الضو هو هذا كما قلنا، حتى اللي بغى يتوسع كاين 3 هكتارات. مولاتها باغية تبيع خاوية هاديك من دراهم متجهزة، مولاتها واحد السيدة عايشة هي الفرنسية، تحية للجالية المغربية. المنبر هذا ديال عقارات وأراضي الخير، تحية لجميع المغاربة وجميع المتتبعين الكرام والدول العربية. هذا ديال البقريه، هذا الا ولد كعشي صغير تديرو هنايا الصغير. ها الصغار وما كبيره هو صافي. طاح نلعب شويه الثلج هنا ولا شويه هاشي شويه. ماشي.
الشيطان الحرامي. ما كينقش في الصيد باش تحت شي 15 الله شريتيها وقديتيها ودابا كتبيعها على الزنزانة فيها كل شيء هانتوما لا فيرم هي هادي الموقع عندها استراتيجي ومنظر بانوراميك قريب المدينة إيموزار وقريب المدينة إفران ما شاء الله فيرما ممتازة وثمن مناسب وثمن مخير ثمن مزيان ثمن اللي طالبين فيها 120 مليون 3 هكتار نمشي هزا هانتوما تبارك الله التفاح كله منور كامل منور التفاح اللي فيها مازال نشوفو حب اللوك هاد لافيرم هادي درنا لنا جوج الفيديوهات هذا ومازال ان شاء الله الرحمن الرحيم نديرو لها الفيديو الثاني ديالها الفيرما مزيانة خصها غير شويه ديال الخدمه الشجر فيها مازال كيعطي الانتاج لا بالنسبة لحب الملوك ولا بالنسبة للتفاح ومازال يعطي الانتاج ان شاء الله ها شوية ديال الخدمة
كتباع هذيك زكريا اللي قال لك؟ اه. وشحال كيطلبوا فيها؟ ما هذيك ولا فرنسا ولكن خاويه. لا واخا خاويه شحال كيطلبوا زعما؟